برنامج في التلفزيون وفين على قناة كوجي كمان. شكرا ليك يا رب يا رب بقى الولاد كلهم يتفرجوا عليا وابقى مشهور. يلا تعالوا بصوا شوفوا الصندوق ده في حاجات كتير. يلا تعالوا تعالوا جميل ملهوش مثيل اعرفكم عليه بقى بالتفصيل هيعجبكم. عندي حاجات مش برميها لكن جواها خليها هعمل بيها اعمل مفيده معايا هتتعرفوا عليها كلها. كل واحد فيكوا اوام يعمل بوكس زي تمام وكل مره بقى ناخد ادوات ونعمل بقى حاجات يا سلام. استنوا نسيت اعرفكوا بنفسي انا تيجو. تيجو ده اسمي والبوكس الجميل ده بوكسي. ده كل مره بيرزع. الو يا ماجد ازيك عامل ايه يا حبيبي؟ لا 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 مش هينفع خالص ده انا عندي النهارده حلقه مهمه جدا. تيجو بوكس ايوه البرنامج اللي على قناه كوجي. لا لا ممكن اخلص الحلقه واكلم. الو الشاحن فين الشاحن فين الشاحن فين الشاحن فين اللي قتلك الشاحن فين قول بس متعرفش الشاحن فين الشاحن هو الشاحن فين. اهلا بيكم يا اولاد ويا بنات في حلقه جديده من تيجو بوكس. طبعا في كل بيوتنا في موبايلات ممكن يبقى الموبايل بتاعنا الموبايل بتاع بابا الموبايل بتاع ماما الموبايل بتاع اخواتي وطبعا معنى كده ان في اكتر من شاحن. طبعا نقعد ندور والشواحن تتلخبط فانا جات لي فكره ما تيجي نعمل جراب للشواحن ويبقى معروف الشاحن ده بتاع فلان الشاحن ده بتاع فلان. وفعلا عملت دي وبحط اول واحد الشاحن بتاع بابا تاني واحد الشاحن بتاع ماما تالت واحد الشاحن بتاعي. طب هتيجي تقول لي نعمل ازاي جراب الشواحن ده تيجو؟ هقول لك يلا بينا نبدا. اول حاجه معانا النهارده ان احنا نجيب حته كرتونه من اي كرتونه موجوده في البيت بس قبل ما تاخدها اسال بابا وماما قول لهم انتوا محتاجينها ولا لا ولو قالوا لك لا خدها وهات هنشتغل بيها. تاني حاجه هنحتاج قماش لو لونين يبقى حلو هات مثلا اي لون انت بتحبه تمام. هنحتاج خرامه ايوه ايه الحاجات كلها بتنزل هنا وهنحتاج صمغ علشان نلزق بيه وهنحتاج شريط ستان. نخلي بالنا ده قطر يعني ما نمسكوش ننده لبابا او لماما وهم اللي يقطعوا لنا بيه ماشي. يلا بينا نبدا شغل. اول حاجه بنعملها بنجيب حته قماشه زرقاء وهنحط الكرتونه في نصها والمفروض ان احنا نعمل دي كده ودي كده فنعمل ايه نقوم حاطين صمغ كده ونشد دي كده جامد علشان تبقى ماسكه كويس وهنعمل الناحيه التانيه زيها. ولغايه ما اعمل الناحيه التانيه عايز اقول لكم على حاجه. انتوا عارفين ان زمان كان الموبايل كبير جدا كان عامل زي اللاسلكي اهو زي ده لغايه بقى ما التكنولوجيا بدات تتطور واحده واحده وبداوا يعرفوا حاجات كتير في التكنولوجيا وواحده واحده الموبايل بقى صغير وواحده واحده بقت حاجات حديثه ومن القديم لحديث. يعني زمان زمان خالص كان في التليفون اللي هو بالقرص ده عارفينه؟ طب حط صورته. ايوه هو ده. شويه شويه والموضوع اتطور والقرص ده اتلغى وبقى فيه زراير تدوس عليها عادي. شيلها بقى وحط الزراير. ايوه هو ده. وواحده واحده بقى في حاجات وايرلس وفي حاجات. يعني ايه وايرلس؟ وايرلس يعني من غير سلك يعني بقى زي الموبايل. وشويه شويه اخترعوا الموبايلات والموبايلات بقت بزراير وشويه وشالوا الزراير بقت تاتش.
تكنولوجيا تكنولوجيا. تمام، احنا كده لزقنا الناحيتين. طيب المفروض نعمل ايه؟ المفروض نشد دي لجوه كده. طب بصوا لو شدينا دي لجوه كده، بصوا الشفه دي هتبقى شكلها وحش قوي. فنعمل ايه؟ نقوم ندهين لبابا او لماما ونقص الحته دي كده كده كده، ده حته زياده كده صغنون، ونقص الناحيه دي كده كده كده، ونقوم قصين الحته الزياده ديت. وطبعا مش هوصيكم ان واحنا شغالين لازم المكان يبقى نظيف، يعني دول قصيناهم ومش هنحتاجهم، نجيبهم على جنب. ونعمل كده الناحيه الثانيه، الناحيه دي والناحيه دي. وبعد كده لازم نقفل دول كده، فهنعمل ايه؟ نقوم حاطين صمغ هنا ونشد جامد عشان تبقى ماسكة، ونعمل كده. انتوا عارفين مين اول واحد اخترع موبايل في العالم؟ اسمه مارتن كوبر. اقول لكم على حاجة تانية، المعلومات دي انا ببقى مبسوط قوي ان انا عارفها، عشان ناس في سني كتير مش عارفينها، فانتوا كمان احفظوا المعلومات دي وقولوها لاصحابكم عشان تبقوا مميزين وسطيهم. مارتن كوبر اخترع اول موبايل سنه 1973. بعديها ب10 سنين في شركه اسمها موتوريلا نزلت اول موبايل باسمها، وبعد الموتوريلا بقى في بقى سوني اريكسون ونوكيا، وحبة حبة بقى الدنيا اتطورت وبقى في سامسونج وابل وسوني. نه والدنيا ماشية. بصوا احنا بعد ما عملنا كده وكده، بصوا الحتة دي شكلها وحش قوي، فنعمل ايه؟ نجيب حتة قدها ونلزقها كده، فتبقى زرقة من هنا ومن هنا. يلا نلزقها. اوه لزقناها، بس لازم بقى ندوس عليها كده دقيقة عشان تلزق. انتوا عارفين أي حاجة في الدنيا ممكن نستخدمها بطريقة حلوة وبطريقة وحشة. يعني الموبايلات مثلا دي، عارفين ممكن نستخدم الموبايلات بطريقة وحشة، وممكن نمشي نسمع بقى أغاني وبصوت عالي، ده غلط. لكن عارف مثلا لما تمسك الموبايل وتنزل عليه برنامج الأجبية، برنامج الكتاب المقدس، انت كده بتستخدم الموبايل في حاجة حلوة. لزقت. بعد كده هنعمل ايه؟ نجيب بقى اللون التاني عشان نعمل بيه الأرفف. تمام؟ تمام. نقطعه مثلا مستطيل، ونيجي مثلا نعلم بالقلم الرصاص قبل الآخر بحتة كده صغنونة، نعمل علامة كده وكده، نقص مربع من على الطرف تحت كده وكده، ونقصه اهو كده وكده وكده وكده، ونقص ثلاث دروج. طب حد هيجي يقول لي ليه يا تيجو انت عايز يبقى شكله كده؟ هقول لك، علشان المفروض لما نيجي نعمل الدرج لو لزقنا دي على دي مش هنلاقي حتة نحط فيها حاجة، هتبقى لزقة. فبنعمل ايه؟ بنتني دي كده وبنتني دي كده وبنتني دي كده، وبنلزق التلات اطراف دول، فساعتها بنلاقي حتة نحط فيها. استنوا هوريكم. ونفضل داسين عليها لغاية ما تنشف. انتوا عارفين الموبايلات لو قعدت من غير شاحن هتفصل ومش هيبقى ليها لازمه. واقول لكم على حاجه كمان، ان الانسان مننا زي الموبايل لازم يشحن، يا اما مش هيبقى ليه لازمه. طب احنا هنشحن ازاي؟ انا عن نفسي لما احس ان انا متضايق وزعلان ومخنوق ومحتاج ان انا اشحن ومحتاج باور وطاقه، فبقرا في الكتاب المقدس. صدقني جربها، هتلاقي نفسك كده كلك باور وكلك طاقه. لما تعوز تشحن افتح بس الكتاب المقدس. بس اهي نشفت، انا عملت لكم واحده 3 جرابات
وهعمل لكم واحده جرابين. طب يا تيجوا هنعلقها ازاي؟ استنى عليا هقول لك. احنا مش قايلين ان معانا خرمه من الاول ما استخدمناهاش. هتيجي فوق وتعمل خرمين كده. ايه اتخرمت؟ طب مش احنا برضو كنا جايبين ستان من الاول ما استخدمناهوش، نستخدمه دلوقتي. تجيب حته ستانه حلوه كده وتدخل دي من هنا ونمسك الحتتين دول نعملهم عقدة. هي خلصنا. وعلى فكرة بقى انت وانت معلقها كده هتحط هنا الشاحن، او هتحط هنا مثلا الشاحن بتاع بابا وهنا الشاحن بتاعك، او هنا الشاحن بتاع بابا، او مثلا لو في كذا شاحن هنستخدم اللي فيها ثلاثة. فكده يبقى معانا شكلين، شكل في جيبين وشكل في ثلاث جيوب. شوفوا هتعملوا ايه وقولوا لي. مستنيكم بعد الفاصل. الكتاب المقدس بيعلمنا ازاي نجدد طاقتنا وازاي نقدر نشحن نفسينا بالقرايه في الكتاب المقدس. يعني في ايه بتقول: اما منتظر الرب فيجددون قوه ويرفعون اجنحه كالنسور. اهي اهي اتكتبت، يلا احفظوها بسرعه لغايه ما اروح واجي تاني. وأما منتظر الرب فيجددون قوة يرفعون أجنحة كالنسور. أشعياء 40 آية 31. وجينا لأهم حاجة في حلقتنا وهي سؤال الحلقة. سؤالنا النهاردة بيقول: قل لي خمس أسماء شبكات محمول في العالم. يلا ابعت إجابتك وابعت الصورة السيلفي بتاعتك أنت وجراب الشواحن، ابعتهم على الفيسبوك والإيميل اللي هيظهروا دلوقتي. يلا اشوفكم الحلقه الجايه. باي باي. هروح اشحن الموبايل بتاعي.